فصل. مرحبا من جديد في فصل مقال مع ضيفنا المباجل سي رياض السيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. أستاذ رياض السيداوي، ثم نقطة ماذا بين الأستاذ منصور مرزوقي سيد الرئيس استدعى كنهار عزمي بشارة بشعب الخطاب، هو زعيم كذلك وحدوي عربي قومي. الأستاذ عزمي بشارة للأسف ورقة يعني احترقت وتفضح في اليوتيوب، موجودة في كل مكان، حدث تسريب. سمعت التسريب؟ أنا مثلا نحكي أنا وياه قبل الحصة صورت مثلا الكاميرا هذه صورتها وسربوها في اليوتيوب، تعطي فيها في أوامر، كانك صحفي السعودي ذاك يعطي في أوامر، تحكي عن كذا ما تحكي، اسمع رأي يعني تحكي عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، أي استقلالية المفكر؟ تشريد خلاص، أصبحت من الجوقة مفتي سياسي لأمير قطر، عند المفتي الديني فهمتنا للشيخ يوسف القرضاوي يفتي له الحلف الأطلسي بقصف طرابلس وقصف سوريا، يفتي ما فيش مشكلة، رغم أنه لم يحدث في تاريخ الإسلام. يعني عاد بشارة مفتي سياسي بالنسبة. هو المفتي السياسي بالضبط، المفتي السياسي بتاعه للأسف جابوا الرئيس مصف المرزوقي، رغم هذه الفضيحة اللي طحت مرأي مصداقية المثقف، جاء قصر قرطاج وجاب شيوخ آخرين ليسوا علماء، أنا لا أعترف بعلم، أنا أقول فخامة الرئيس مصف المرزوقي ما تسدانيش أنا السماح، وكالقاوة سيدة مربو حاج للسماح ما تسدانيش يا أخوي يا أخوي، رغم أني أنا أعتبر نفسي مختص في علم اجتماع الثورة وشوف اليوتيوب وشوف شو قلت في فرانس 24 والبي بي سي وغيره إلى آخره، لكن أقول لك استدعي هشام جعيد، راهو أكبر عالم عالم لو سافون بالمعنى الفيبري للكلمة، معنى ماكس فيبر في الوطن العربي وحي، هو هشام جعيد، أكرموه فلنكرم الشعب التونسي، وأنت فخامة الرئيس أكرموه وجيبوا القصر قرطاج، لأنك ستستمع إلى مفكر وعالم، مش منقولش شرلاتان. إن شاء الله إن شاء الله النصيحة نتاعك يسمحها السيد رئيس الجمهورية. احنا عنوان البرنامج كما قلت لك ما نرش على فليس منا مع نقطة استفهام، نحب نقدم لك السؤال هذه خدت في نوات وتنقلتها اليوتيوب، وكان فيلم هو يحكي على وصول